ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي في بدايه الفصل الدراسي الثاني، طبعا احنا دلوقتي في الترم الثاني في سنه اولى الصف الاول الابتدائي. طبعا احنا عارفين كلنا من مدرسه سلام لغات، بقول لاصحابي كل سنه وانتم طيبين، وهنبدا مع بعض في ماده اللغه العربيه اول درس ويانا، درس جميل خالص بيقول كيف يعمل العالم. كيف يعمل العالم؟ طبعا دي قصه، دلوقتي احنا صوره هنفضل نسال فيها كده حبه اسئله ونتكلم فيها مع بعض ونفهم يعني ايه العالم، يعني ايه العالم يا اصحابي. طب انا لو جيت سالت اي حد منكم دلوقتي وقلت له انت عايش فين؟ هيقول لي انا عايش في البيت مع بابا وماما. هقول له طيب انت في سنة كام؟ يقول لي انا في سنة اولى. انت في مدرسة ايه؟ هيقول لي انا في السلام لانجوج سكول في محافظة اسيوط. طيب كل ده حلو خالص. انا دلوقتي لو جيت قلت لك بيتك ده موجود في انهي مدينة؟ طبعا هترد عليا وتقول لي انا في مدينة اسيوط. طيب اسيوط دي تبع اي بلد؟ تبع أي منطقة؟ تبع إيه؟ أين تقع أسيوط؟ هتقولي أسيوط دي تبع جمهورية مصر العربية. حلو قوي، يعني أسيوط دي تبع مصر، تبع القاهرة، تبع جمهورية مصر العربية. برافو عليكم. يبقى إحنا دلوقتي قربنا نوصل لكلمة يعني إيه العالم، معنى كلمة العالم، عشان نقدر نعرف إن العالم ده بيعمل بأي نظام. طبعا كل حاجة موجودة على الأرض هنا بتعمل بنظام، الطبيعة كلها بتعمل بنظام. فأجي أقولك طيب دلوقتي احنا عرفنا ان انت في سنة اولى وبيتك موجود في محافظة اسيوط ومدرستك موجودة في محافظة اسيوط، واسيوط دي تبع جمهورية مصر العربية. طيب جمهورية مصر العربية دي تبع أي قارة؟ تقولي يعني إيه قارة؟ طبعا أنا إحنا بنتوسع كده شوية وهنقولها بشكل سريع، إن في 7 قارات في العالم. مصر تبع قارة أفريقيا. طبعا القارة دي في إحنا قلنا في كذا قارة تاني، في قارات كتير، العالم في كذا قارة. يبقى دلوقتي لما أجي أقول العالم، العالم هو عبارة عن إيه؟ بيتي، مدرستي، المدينة اللي أنا ساكن فيها، البلد اللي تابع ليها المدينة بتاعتي اللي هي طبعا قلنا جمهورية مصر العربية، القارة اللي تابع ليها الجمهورية بتاعتي اللي هي قلنا قارة أفريقيا، ودلوقتي كل بلد موجودة حوالينا في الكرة الأرضية تابعة لقارة معينة، كل دولة ليها قارة معينة. طب دلوقتي يا أصحابي عرفنا يعني ايه كلمة العالم، دلوقتي هنتنقل لحاجة تانية بتتكلم على صورة تانية، هنيجي نتعرف عليها دلوقتي ونشوف الصورة التانية بتتكلم على ايه. في الصورة دي يا اصحابي بتتكلم على الطبيعة، بتتكلم على الطبيعة. يعني ايه يا مس الطبيعة؟ الطبيعة يعني كل حاجة موجودة حواليا. طب لو جيت سألت أي حد من أصحابي وقلت له الصورة اللي موجودة قدامنا دي، من يعرف هذا الشيء الموجود في الصورة؟ من يعرف اسم الحاجة دي اللي موجودة في الصورة؟ من يعرف هذا الشيء الموجود في الصورة؟ برافو، أنا سمع حد بيقول الكرة الأرضية. برافو عليكم، هو عالمنا الذي نعيش فيه اسمه الكرة الأرضية، والكرة الأرضية دي ده شكل العالم بتاعنا من الفضاء. يعني الكرة الأرضية دي شكلها متاخد ليها صورة كده من الفضاء. طيب مين عايش يا ترى على هذا الكوكب؟ مين اللي عايش على الكوكب الكرة ده؟ الكرة دي مين اللي عايش عليها؟ طبعا عايش عليها الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات، كل ده عايشين على كوكب الكرة الأرضية. زي ما احنا شايفين في فراشات وفي طيور وفي أشجار وفي الشمس، كل ده على كوكب الكرة الأرضية. طيب عايزة أقول لأصحابي حاجة،
ايه الالوان اللي انتوا شايفينها قدامكم؟ هل هي في هناك علاقة بين الصورة والالوان الموجودة في الكرة الارضية؟ انتوا شايفين ايه الوان قدامكم؟ شايفين الوان ازرق، اخضر، بني، اصفر، في الوان كتير. يا ترى كل لون ده بيعبر عن حاجة؟ وفي علاقة بين الصورة والالوان اللي موجودة في الكرة الارضية؟ انا هقول لكم دلوقتي. اللون الازرق ده بيعبر عن نسبة الماء، اللون الازرق ده بيعبر عن الماء، واللون الاصفر ده بيعبر عن الرمل، لكن اللون الاخضر ده بيعبر عن الزرع، واللون البني بيعبر عن الجبال والتربة. طب لو جيت سألت اي حد من اصحابه وقلت له اي لون موجود بنسبة كبيرة في كوكب الارض والى ما يشير؟ أكتر لون موجود بنسبة كبيرة أنتوا شايفينه في الصورة دلوقتي اللي هو اللون إيه؟ برافو عليك، أنا سامع حد بيقول اللون الأزرق. برافو، ده حقيقي، هو اللون الأزرق، وهو بيشير إلى الماء اللي موجود على الكرة الأرضية، وده عبارة عن نسبة الماء في الكرة الأرضية، ودي النسبة الأكبر على سطح الأرض. طب لو جيت قلت لماذا ينتشر اللون الأزرق بنسبة كبيرة على كوكب الأرض؟ وإلى ما يشير هذا اللون؟ ولماذا نسبة الماء كبيرة على كوكب الأرض؟ ولو جيت قلت كمان ومن يستخدم الماء؟ مين اللي بيستخدم الماء؟ وهل الماء ضروري للحياة؟ إيه أهمية الماء على كوكبنا؟ إيه أهمية الماء على كوكب الكرة الأرضية؟ طيب دلوقتي هنعرف حاجات كتير وقصص كتير موجودة في مادة اللغة العربية ويانا. طبعا لو جينا قلنا ليه اللون الأزرق يعتبر أكتر لون؟ لأن ده بيعبر عن نسبة المية، والمية ضرورية طبعا، مفيش كائن حي يقدر يعيش من غير مية. الإنسان محتاج للمية، الحيوان محتاج للمية، النبات محتاج للمية، كل الكائنات الحية تحتاج إلى الماء. مفيش كائن حي ممكن يقدر يعيش أو يكبر أو ينمو أو يترعرع بدون ماء. يبقى أهمية الماء إن به تنمو وتكبر جميع الكائنات الحية. دلوقتي يا أصحابي هناخد قصة اسمها أحلام عالية. أحلام عالية دي قصة جميلة جدا، هنشوفها دلوقتي مع بعض. بتتكلم على صديقة لينا اسمها عالية، وصديقتنا دي بتقرأ قصة عن الفضاء وعن الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية، وبتتعرف على حاجات كتيرة جدا موجودة في القصة بتاعتها. تعالوا نشوف أحلام بتقرأ إيه، وإيه اللي استفادته هي من القصة، ونتعلم من أحلام حاجات كتير. القصة بتقول أحلام عالية: تحب عالية الاستكشاف، فلديها شغف إلى معرفة كل شيء، وتقرأ الكتب وتتصفح الإنترنت. تسأل عالية وتبحث وتتخيل وتكتشف. وذات يوم طلبت المعلمة من التلاميذ تقديم نموذج لمشروع ابتكاري، فصممت عالية مجسما لمركبة فضاء. صممت عالية مجسم لمركبة فضائية. تعالوا نشوف عليها كانت بتقرا كتاب اسمه ايه، وليه صممت مجسم لمركبة فضائية. انتهت عليها من صنع مجسم مركبة الفضاء بكل تفاصيلها، حتى الخوذة التي سترتديها. وصنعت عليها الخوذة وأغمضت عينيها وتخيلت أنها في المركبة. فاكرين، خلوا بالكم معايا أصحاب، عارفين هو بيقول ايه؟ تخيلت، يعني ده حاجة خيالية مش حقيقية، يعني هي غمضت عينيها من كتر قرايتها في الكتاب والحاجة اللي هي صممتها بإيديها، فتخيلت، ده كان نوع من الخيال، وتخيلت أنها في المركبة. وفجأة واحد اتنين تلاتة انطلقت في الفضاء. فجأة عليها بتقول ايه؟ ما هذا المنظر الرائع؟ انظر إلى كوكب الأرض من الفضاء، يبدو ككرة لونها بين الأزرق والأخضر. إيه ده اللي أنا شايفاه ده؟ كوكب الأرض شكله من الفضاء، وأنا في المركبة الفضائية، شكل لونه بين الأزرق والأخضر. وهذا أيضا القمر الذي نراه في الليل، وهذه الشمس التي تضيء في النهار، وهذه الشمس التي تضيء لنا في النهار.
بتكمل عليا القصة بتاعتها وبتكمل مع بعض. ظلت تدور حول كوكب الأرض فهي كروية الشكل. ما هذا؟ إنني أرى ثمانية كواكب. نعم نعم لقد تذكرت، قرأت ذلك في كتاب. افتكرت عليا إن في 8 كواكب غير كوكب الأرض. طبعا هنيجي نشوف هل هي هتقول لنا اسم الكواكب دي اللي موجودة؟ هتقول عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. 8 كواكب في المجموعة الشمسية. طبعا في 8 كواكب في المجموعة الشمسية، نقولهم تاني: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. في كم واحد؟ 8. الأرض دي من ضمن الكواكب اللي تبع المجموعة الشمسية، ده كوكب من ضمن الكواكب، لكن في كواكب تانية كتير جدا لكن مفيش حد عايش عليها لأن مفيهاش مية ولا هواء. خلعت عليها الخوذة وابتسمت وقالت: ما أجمل هذه الرحلة، وتمنت أن يمر الوقت سريعا وتذهب إلى المدرسة لتعرض نموذج المركبة الفضائية لمعلمتها وتحكي لأصدقائها عن رحلتها في الفضاء. كل ده كانت طبعا ايه بتتخيل عليا من كتر قرايتها ليه للقصة اللي هي كانت موجودة معاها، وفضلت تتخيل انها هي جوه المركبة اللي صممتها بإيديها، وتخيلت انها بتشوف كل الكواكب دي من الاطلاع والقراية. تعالوا نشوف يا اصحابي الانشطة اللي موجودة على القصة بتاعتها. معانا أول نشاط بيقول: ضع خط تحت الكلمات المناسبة لمعنى الجملة. قرأت ذلك في كتاب ولا إلى كتاب؟ طبعا قرأت ذلك في كتاب، نحط خط تحت كلمة في. الجملة اللي بعدها: تحلم عالية أن تذهب في الفضاء ولا إلى الفضاء؟ شاطرين، إلى الفضاء، تحلم عالية أن تذهب إلى الفضاء. الصورة اللي بعدها بتقول: هناك 8 كواكب في المجموعة الشمسية ولا إلى المجموعة الشمسية؟ هنحط خط تحت كلمة في المجموعة الشمسية، هناك 8 كواكب في المجموعة الشمسية. الصورة اللي بعدها: وتمنيت أن يمر الوقت سريعا وتذهب في إلى المدرسة. طبعا وتذهب إلى المدرسة. النشاط ده يا أصحابي بيقول: صل كل صورة، صل كل كلمة بالصورة المناسبة. عندنا كلمة قمر هنوصلها، أرض نوصلها، كوكب نوصلها بالصورة بتاعتها، شمس نوصلها بالصورة بتاعتها. شاطرين يا أصحابي، وبكده نكون خلصنا قصة عالية والنشاط اللي موجود على القصة. باي باي يا أصحابي، وأشوفكم إن شاء الله في درس جديد في منهج الصف الأول الابتدائي في الترم الثاني. باي باي يا أصحابي.